مشاهدينا الكرام، بنرحب بالمهندس اسامه عزام رئيس مجلس اداره الشركه المنفذه هنا للمصانع الانشائيه. اهلا بيك يا فندم وتحياتي يا باشمهندس والف مبروك. اهلا بحضرتك وشرفتونا وربنا يجعلنا دايما من الاحسن للاحسن ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي يا باشمهندس تجربتك هنا مع انتاج المصانع هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين، احنا نفذنا المشروع ده 18 شهر عمل متواصل الحمد لله. احنا بنتكلم عن مشروع دلوقتي يعد الاول من نوعه في الشرق الاوسط والاحدث والاكبر على مستوى العالم، والحمد لله نجحنا بفضل توجيهات القياده السياسيه عندنا وبفضل الدعم اللي احنا لقيناه من كل المحيطين بينا. الحمد لله نفذنا بالشراكه مع الجانب الايطالي شركه مينرالي وشركه بريتون والوكيل المحترم بتاعهم هنا شركه الشريف براند. الناس المخمه لم نكتل جهدا كلنا، لم ندخر اي جهد الحمد لله رب العالمين للوصول للصرح اللي حضراتكم شايفينه. الوصول الانشائي مش كده؟ الانشاءات من بدايه استلام الارض لحد ما حضراتكم شايفينها الحمد لله دلوقتي. احنا في منطقه العين السخنه في عندنا اربع مصانع وفي مصنع تاني طحن وتكسير، ده في منطقه مرسى علم. تمام. قول لي التحديات اللي كانت موجوده هنا لانتاج هذا المصنع وتغلبتوا عليها طبعا. والله احنا في بدايه العمل احنا بدايه المنجم من استخراج نفسه ده في منطقه مرسى علم، والمشروع ده في مرسى علم كان عندنا اكبر تحديات فيه ان احنا بنفتح طريق 60 كيلو دخولا في الجبل. تمام. وتوفير الخامات وتوفير المعدات وتوفير الالات والعمل ده كل ده صعوبات واجهتنا الحمد لله تغلبنا عليها هنا في المنطقه هنا. يعني كانت من اصعب الظروف اللي مرينا بيها هي توفير مصادر الطاقه اللي احنا نقدر نوفرها، والحمد لله تم تدبيرها بالتعاون مع جميع اجهزه الدوله والحمد لله كل الامور. بالنسبه للعمال والفنيين والمهندسين اكيد مصريين طبعا. العماله اللي تم بيها تنفيذ المشروع لله الحمد، ودي تعتبر من اوائل الامور اللي تمت انها العماله كامله عماله مصريه مدربه الحمد لله رب العالمين. التكنولوجيا اللي اشتغلت كلها احدث تكنولوجيا موجوده في العالم، يمكن استخدمناها بالتعاون مع اكبر الشركات المنتجه للانظمه والاجهزه والحاجات دي كلها الحمد لله رب العالمين، وتمت بمهندسين مصريين لله الحمد.